محمد مبروك الدوري، مبروك اجمل واطول بطوله دوري في تاريخ النادي الاهلي، ومبروك اجمل ختام بالفوز على نادي الزمالك. الحمد لله. طبعا المباراه كانت مهمه جدا، مباراه ركزنا فيها، ما لحقناش نفرح بعد ماتش المقاولين وتتويجنا بالدوري، فطبعا دي كانت يعني عايز اقول كتمنا الفرحه جوانا وركزنا كويس قوي، قعدنا في معسكر ما خرجناش، ودي كانت يعني سر ان احنا نظهر بالشكل النهارده اللي احنا ظهرنا بيه. اللعيبه عندها مسؤوليه كبيره جدا، ادوا بروح عاليه جدا، لعبنا بتنظيم كويس جدا، قدرنا ان احنا نستغل الكره اللي قدرنا نجيب منها جون، ولاحت اكتر كمان من فرصه زي الكره بتاعت صالح جمعه. لكن الحمد لله انا بقول احلى تتويج تكسب المنافس بتاعك التقليدي، بتكسب الدوري بعد ما كنا بعاد قوي. بقول مبروك، مبروك لمجلس الاداره، مبروك لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بقول مبروك للجهاز الفني مستر لاسارتي والجهاز بالكامل، ومبروك للاعبين اللي ادوا بشكل كويس قوي السنه دي كلهم بصراحه رجاله. مبروك لجمهور النادي الاهلي اللي يفضل رافع راسه لغايه الموسم اللي جاي ان شاء الله. كابتن محمد، حجم استفاده شفناها بعد معسكر اسبانيا وزياده في التالق، الاهلي بيختم الموسم واللعيبه واقفه على رجليها، وده امر مميز يهم النادي الاهلي ويهم جماهير النادي. اشتغلنا كويس، اشتغلنا كويس، بدانا فتره الاعداد يوم 22/6 اشتغلنا كويس جدا، وبعد كده حتى كملنا في اسبانيا الشغل كان جامد جدا، الناس اتكلمت على مباريات وكده، لكن كان الشغل التدريبات كانت تقيله جدا، وهي دي اللي عوضت وخلتنا واقفين على رجلينا سواء يوم المقاولين من ثلاث ايام او النهارده. عملنا فترة إعداد مختلفة شوية برضه عشان الناس تبقى فاهمة، مش فترة إعداد على داخل على موسم، أنا فترة إعداد عشان أفنش موسم، ودي تفرق جدا في الأحمال وتفرق جدا في شدة التدريبات. فالحمد لله أنا بقول إن إحنا ماشيين بخطة ثابتة، اللي جاي إن شاء الله هيبقى أحسن، نقفل هنفرح اليومين ثلاثة اللي جايين دول، وبعد كده نبدأ نركز مهم جدا في بداية بطولة أفريقيا اللي جاية، لأنها بطولة محببة لجمهور النادي الأهلي ومسؤولين النادي الأهلي ولينا كنادي أهلي، لازم نركز فيها كويس قوي، وبعديها كمان هنخش في كأس مصر، فدي مهمة إن شاء الله. بشكرك يا كابتن محمد، مبروك، وخليني اروح لرامي ربيعه. رامي رجوله، رامي حاله من الحب، ده من نجوم اللي بقالها سنه لعب ماتشين بعد غياب سنه، ورامي ربيعه هيرجع قوي جدا، لانه ما شاء الله ما شاء الله ماشي بخطوات ثابته واتمرن كويس قوي الفتره اللي فاتت، فربنا يكرمه ويبعد عنه الاصابات ويرجعه منتخب مصر كمان ان شاء الله.